احد اهم الاصدارات اللي لقت صدى كبير كبير منذ اليوم الاول هو كتاب كابنغارا لمؤلفه القيادي السابق في تنظيم الاخوان المسلمين عبد الرحمن بن صبيح السويدي. كابنغارا طبعا هي رساله الى المجتمع يقدم من خلالها المؤلف كثير من الاعترافات والحقائق والادله والقصص الواقعيه التي دارت بين هذا التنظيم القذر اعترف بها المؤلف، والآن هي بين دفتي هذا الكتاب اللي أمامك. وإن شاء الله بإذن الله تكون رسالة إلى المجتمع. هذه الرسالة هي رسالة توعوية من شخص عاش من بين هذا التنظيم القذر إن صح التعبير. عينك على العالم.